يعني حضرتك ملاحظ معايا انه في يعني اقبال شديد على الحياه وعلى المصايف، والاوتوبيسات السياحيه بدات تشتغل بشكل جيد جدا، والوفود المصريين نفسهم عايزين يغيروا جو، عايزين يصيفوا، عايزين يتحركوا. هل اصبح لدى المواطن المصري يعني رقابه داخليه كده على انه ما يقربش كتير من ناس ما يعرفهمش، على انه لو قاعد على شاطئ يقدر ياخد مكان هو واسرته في مسافه ما بينه وما بين العائله الثانيه او الاسره الثانيه، ولا الحكايه ماشيه ازاي؟ يعني هو في فعلا وعي بخصوص التباعد الاجتماعي، ولكن انا ملاحظ برضو انه في بعض المصايف وخصوصا في الاسكندريه، يعني في الساحل الشمالي بيبقى عدد المصيفين قليل اكتر من العاده، ولكن في السواحل القديمه اللي هي في اسكندريه نفسها انا شايف ان عدد المصطفين على البلاج عدد اكبر، وده ازدحام، يعني ده ما فيهوش تباعد. في شرم الشيخ مثلا والغردقه معظم القواعد الاحترازيه متبعه، لانهم معظم الحاجات دي بتشتغل في فنادق، فهي بتلاحظ درجه. يعني انا كنت في الغردقه وشرم الشيخ واسكندريه برضه بيقيسوا درجه الحراره الصبح، في الحاجات اللي ممكن نلمسها مع بعض اللي هي السيرفيس او الشوك والسكاكين، كل واحد بيجي له الطقم بتاعه، محدش في الاوبن بوفيهات محدش بيمسك بايده شوكه او معلقه وحد وراه يمسكها، كل دي اجراءات احترازيه. ولكن طالما في تباعد حوالي متر في مناطق مفتوحه، هنا انا مش محتاج البس ماسك، لكن اي مكان هدخله مغلق مهما كان، يعني حتى في الفنادق دي انا قاعد على البحر وفي بيني وبين اللي جنبي اكتر من متر دلوقتي، لكن هدخل مطعم مغلق مكيف، لا هنلبس الماسك ما عدا الفتره اللي احنا بناكل فيها، وبرضو البعد بيني بين الاسر وبعضها، لان الاسره نفسها ممكن تقعد جنب بعضها، لكن طالما انا الاسره الثانيه انا مش مختلط بيها فانا ما اعرفش ظروفها ايه، فلازم نعمل تباعد.